بتوجيهات من الرئيس السيسي، وفد قادة الجنوب الليبي يلتقي رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا. وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 1,724,000 حالة، والإصابات تتخطى 78 مليون. ترامب يرفض خطة الكونغرس للإنعاش الاقتصادي ومواجهة كورونا، وبايدن يعلن أنه سيطلب من الكونغرس خطة جديدة. صباحا في القاهرة والثامنة في جرينتش، نشرة أخبار جديدة من قناة النيل، مرحبا بكم. التقى الوفد الليبي رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية في ليبيا وأعضاء اللجنة، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي. يضم الوفد كافة أطياف ومكونات الجنوب الليبي من مشايخ وأعيان، وتأتي زيارة لبحث تطورات الموقف في ليبيا وسبل حلحلة الأزمة وتعزيز ملكية ليبيا لجهود التسوية، فضلا عن الاستماع إلى شواغلهم انطلاقا من وحدة الهدف. وخلال اللقاء أكد رئيس اللجنة أن الرئيس السيسي كان ولا يزال حريصا على وحدة الأراضي الليبية والتمسك بحل سلمي عاجل للأزمة داخل ليبيا، مشددا على رفضه الكامل للتدخل الأجنبي. وأكد رئيس اللجنة على دعم مصر الكامل لكافة تطلعات الشعب الليبي المشروعة. جهود حثيثة تبذلها الدولة المصرية من أجل حلحلة الأزمة الليبية برمتها. الأراضي المصرية استقبلت وفداً يضم 75 من شيوخ وأعيان ونخب الجنوب الليبي، والذي حضر إلى مصر في زيارة تستغرق 3 أيام. زيارة الوفد الليبي للقاهرة تستهدف مناقشة سبل التوصل إلى حلول سياسية تضمن لم شمل الشعب الليبي والحفاظ على وحدته ووحدة أراضيه. وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود مصر للتواصل مع جميع الأطراف الليبية، سعيا لتقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيين في إطار من الحيادية والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف. وتؤكد مصر أنها ستقوم بتقديم جميع أنواع الدعم للجنوب الليبي على المستويات السياسية والتنموية والخدمية. وعلى الصعيد الميداني، أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري نجاح الجيش في ضرب عدد من البؤر الإرهابية بالبلاد، لافتا إلى أن القوات المسلحة تقود حربا ضروز ضد الإرهاب والجماعات التكفيرية. وقال المسماري إن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر يؤكد دائما أن من أهم مهام الجيش هو القضاء على الإرهاب والبؤر الإرهابية أينما وجدت في الأراضي الليبية، وذلك في إطار تأمين الدولة والدفع بها نحو الاستقرار والأمن. أكد وزير الخارجية سامح شكري ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التزام الدولة المصرية بالعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مشددا على أن حقوق الإنسان وبناءه يقعان في صلب الاستراتيجية التنموية للدولة. وأشار شكري خلال لقائه أعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان إلى أن مسيرة التطوير الشامل التي يقودها الرئيس السيسي تمضي بثبات إلى الأمام وفق رؤية متكاملة تراعي حقوق الإنسان بمعناها الواسع والشامل. حصد المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي والمستشفى الجوي التخصصي على الجائزة الذهبية في مجال تقديم الخدمات الطبية الأكثر ابتكارا لعام 2020. جاء ذلك في المسابقة التي تم تنظيمها بالمؤتمر الأفرو-أسيوي في مجال التأمين الطبي والرعاية الصحية بمشاركة عدد من الجهات والمنظمات الطبية المتخصصة في هذا المجال. يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بالمنظومة الطبية والرعاية الصحية المتطورة والتي تتواكب مع المعايير العالمية، والحفاظ على الريادة والمكانة الراقية التي وصلت إليها المنظومة الطبية العسكرية.
أعلنت وزارة الصحة والسكان الثلاثاء عن خروج 401 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 107563 حالة. وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة أنه جرى تسجيل 788 حالة إصابة جديدة بالفيروس و37 حالة وفاة. شددت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد على ضرورة التزام الفرق الطبية بتطبيق بروتوكولات التشخيص والعلاج المحدثة لفيروس كورونا. جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة الصحة مع اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا لمناقشة مستجدات بروتوكولات علاج الفيروس والوضع الوبائي لمصر. ووجهت زايد أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بالمرور الميداني على المستشفيات بشكل دوري لمتابعة تطبيق البروتوكولات المحدثة، وذلك بالتنسيق مع مدير المديريات ووكلاء وزارة الصحة بالمحافظات. تجاوزت وفيات فيروس كورونا حول العالم حاجز 1,724,000 حالة، كما بلغت إجمالي الإصابات أكثر من 78,360,000 إصابة. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة. كما تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى بين دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا. تبدأ فرنسا يوم الأحد المرحلة الأولى من حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في ثلاث دور للمسنين. وأوصت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد بتسهيل استئناف حركة النقل مع بريطانيا من أجل السفر الضروري ولتجنب اضطرابات سلسلة الإمدادات. تسارع دول العالم لتوفير لقاح ضد فيروس كورونا في محاولة لوقف تفشي الفيروس، خاصة بعد ظهور سلالة جديدة من الفيروس. ويفترض أن تبدأ حملة التلقيح في الاتحاد الأوروبي في 27 من الشهر الجاري. وتنوي عدة دول بينها فرنسا بدء تطعيم الأحد في ثالث دور للمسنين، بينما أعلنت إيطاليا أنها وافقت على استخدام لقاح فايزر بايونتيك. وإيطاليا هي أول دولة غربية تتضرر من الفيروس بنحو 70,000 وفاة منذ ظهور الوباء في البلاد في فبراير الماضي، وهي أعلى حصيلة وفيات في أوروبا وخامس أعلى حصيلة على مستوى العالم. وبعد ظهور السلالة الجديدة من الفيروس، أوصت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد بتسهيل استئناف حركة النقل مع بريطانيا التي أثارت عزلتها اضطرابات في علاقتها مع القارة. وطلبت بروكسل تسهيل استئناف حركة النقل مع بريطانيا من أجل السفر الضروري ولتجنب اضطرابات سلسلة الإمدادات. وفي الولايات المتحدة أكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا، تلقى كبير الخبراء الأمريكيين حول الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي اللقاح ضد فيروس كورونا. وفاوتشي الذي عينه الرئيس المنتخب جو بايدن مستشارا حول وباء كورونا كان عضوا في خلية الأزمة التي شكلها دونالد ترامب. وتسبب فيروس كورونا حتى الآن بوفاة أكثر من 1,700,000 شخص في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر العام الماضي. ونتحول إلى الولايات المتحدة، حيث قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفع إلى أكثر من 17 مليون. وأضافت أن عدد الوفيات زاد إلى 318,569 بعد تسجيل 1,725 وفاة جديدة. ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة جامعة الزقازيق. دكتور عبد اللطيف، بعد التحية، فالجميع في أنحاء العالم وخاصة في أوروبا يشعرون بالقلق هذه الأيام إزاء الموجة الثانية لكورونا، فما هو تقييمك للوضع الآن في أوروبا وتوقعاتك للشهور القادمة؟ في الحقيقة الناس كلها قلقانة في أوروبا وفي مصر وفي الدول العربية والدول النامية والدول المتقدمة، لأن الوضع طبعا بينتشر أو الانتشار أصبح كثيرا جدا خاصة بعد السلالة البريطانية. وللتدقيق السلالة البريطانية ما هيش جديدة يا أستاذ محمد، بالعكس كانت من سبتمبر، وأنا بستغرب ليه أخروا الإعلان عنها من سبتمبر لغاية دلوقتي حوالي ثلاث شهور. لكن الحاجة المطمئنة إن السلالة سلالة عادية، قصدي مش عادية، سلالة جديدة ولكنها ضمن فيروس كوفيد العام.
بتعاني. بمعنى ايه؟ لم تكن الاولى في التحور ولم تكن الاخيره. الفيروسات بتتحور تلقائي وبتتحور طبيعي جدا، ودي يمكن في بعض العلماء بيقدروا التحورات او السلالات، يمكن في ناس بتقول 1000 سلاله، لكن اللي كانت سلالات التحور الكبير شويه يمكن 10 12 بتختلف الارقام. اللي عايز اقوله ان السلاله الجديده اكثر انتشارا ولكنها ليست اكثر خطوره، ولكنها ايضا ليست اكثر تسببا في الوفيات، يعني بتزود الانتشار. اذا الاعداد في العالم بتزداد بشده، طبعا بتزداد بشده، وفي مصر بتزداد بشده. انا الاعداد دلوقتي فاتح الصفحه الرسميه لمجلس الوزراء دايما وانا بتكلم، عندي امبارح حوالي 800 اصابه جديده وعندي 37 وفاه. ال 800 اصابه جديده دي زي ما كلنا عارفين دي اللي هي الكونفيرمد كيسز او الحالات الثابته بالبي سي ار داخل المستشفيات، يعني الحالات اللي تم تحليل بي سي ار ليها اللي هو اتعمل المسحه. اذا ال 800 حاله تقريبا دول ممكن نضرب عادي في 10 وفي 20 زي جميع دول العالم. الحالات اللي يعلن عنها في جميع دول العالم دي يا استاذ محمد هي الحالات اللي بيتم التحليل ليها بالبي سي ار. يبقى الفيروس بينتشر؟ بينتشر، هينتشر، هينتشر، هيزداد انتشاره. اي نعم هيزداد انتشاره في الفتره اللي جايه. انا تقديري الشخصي ان هو لسه احنا في بدايه الذروه، الشهر اللي جاي ويمكن الشهرين اللي جايين هيزداد انتشار اكثر، وهتزداد الحالات اللي هتحتاج عنايه مركزه، وهتزداد الحالات اللي هتروح الرعايه الاي سي يو او الانتنسيف كير، حتى مش العنايه بس، لا العنايات كل العنايات. ده مش عشان تحور الفيروس، لا، لان الاعداد هتزيد طبيعي، الاعداد لما بتزيد فبتزيد نسب الحالات الشديده فيها، وبالتالي بحذر جميع الناس من ناحيه، واكيد وزاره الصحه واخده بالها ان هي تزود الرعايه، وبدات الناس تدور تاني في 105 وعايزه تشوف مستشفيات فاضيه. فاحنا عايزين ناخد بالنا كلنا، ناخد بالنا ان احنا في تطبيق الاجراءات الاحترازيه ناخد بالنا علشان نعرف انه الفيروس ما ماتش. والفترة اللي جاية يا أستاذ محمد دايما بكرر وهقعد أكرر لغاية ما الكريسماس يجي، دي مش فترة احتفالات، العالم كله صحيح. تقريبا موقف الاحتفالات، العالم كله مش مصر، لا كل العالم موقف الاحتفالات. إذا احنا مش عايزين نحتفل وقد يتحول الاحتفالات لا قدر الله إلى كوارث صحية. دكتور عبد اللطيف، الأعداد في زيادة كما ذكرت ليست في مصر فقط ولكن في كل دول العالم، وذلك رغم القيود الاحترازية الشديدة التي اتخذتها دول العالم خصوصا بريطانيا والولايات المتحدة. فما هي جدوى هذه الإجراءات الاحترازية الآن إذا كانت الأعداد تزيد بالفعل نتيجة لتحور الفيروس؟ أنا شخصيا من مدرسة في مدارس علمية زي ما حضرتك عارف وكلنا عدنا عارفين دلوقتي، في مدارس بتؤيد الاغلاق التام والاغلاق، المدارس تؤيد الاغلاق الجزئي، مدارس بتؤيد غلق الحدود. انا لست من هذه المدارس بالحقيقه، انا في المدرسه اللي بنسميها فوكس بروتكشن او الحمايه المركزه. بمعنى ايه؟ زي ما انت قلت كده ببساطه، الفيروس انتشر في كل اوروبا وانتشر في امريكا وانتشر في مصر وانتشر في العالم، طب ليه اغلق الحدود؟ انتشر خلاص. فتره الانتشار ده حاجات علميه بالمناسبه في علوم الصحه العامه بنسميها ليها مراحل تدريجيه. الغلق الجامد ده بيحدث في اول المرض، في بدايه المرض، علشان نمنع دخول المرض لدوله ما، لكن خلاص النهارده الفيروس في 220 دوله من 220 دوله، يعني ليست هناك دوله بمستثناء من دخول الفيروس فيها. اذا ما جدوى هذا الغلق؟ انا شخصيا من المدرسه اللي بتؤيد حاجه اسمها جريت بارنتون ديكلاريشن او اعلان بارنتون العظيم، ده حوالي يعني 700,000 بالتحديد واحد من المهتمين بالصحه العامه بيوقعوا الاعلان ده، من ضمنهم 50,000 مستشاري واستاذ صحه عامه وطبيب من اكبر الاطباء في العالم اللي بيقولوا لا لغلق الاقتصاد، لا لغلق حق البلد، ولكن باكد هحط ثلاث مرات تحت ولكن، لازم الحمايه المركزه. الحمايه المركزه لمين؟ للفئات المعرضه للمخاطر اللي هي الاكثر تضررا من عدوى كورونا، سواء الفيروس نفسه او المضاعفات او الوفاه. الحاله دي بتخلينا نقول نشتغل، لانه زي ما قلت وبكرر ان غلق البلد الاقتصادي مش بقول خطورته الماليه فقط، ولكن لا، الغلق الاقتصادي بيخلق فوضى ماليه وتدني في الاقتصاد، ده بيؤدي الى وفيات قدرت في بعض الحالات ان هي اكثر من وفيات كوفيد نفسه. اذا انا بنادي العمل عمل، ولكن مع تطبيق اشد الاجراءات الاحترازيه، تروح المدرسه وصلت الفكرة. مع تطبيق اشد الاجراءات الاحترازيه وصلت الفكره. دكتور عبد اللطيف المر استاذ الصحه العامه، اشكرك شكرا جزيلا على هذه الافاده.
أعلنت الحكومة اليابانية عزمها تشديد القيود على دخول الوافدين من المملكة المتحدة في ظل تفشي سلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا المستجد، وستدخل الإجراءات المكثفة حيز التنفيذ اعتبارا من غد الخميس. وسيتم مطالبة المقيمين اليابانيين وغير اليابانيين الذين يقومون برحلات عمل قصيرة تصل إلى 7 أيام إلى بريطانيا بالدخول في حجر صحي لمدة 14 يوما عند عودتهم إلى الوطن أو دخول اليابان. كما سيتم أيضا مطالبة المواطنين اليابانيين العائدين من بريطانيا اعتبارا من 27 من ديسمبر الجاري بتقديم دليل على أنهم خضعوا لاختبار فيروس كورونا في غضون 72 ساعة من مغادرة بريطانيا. تجاوز عدد إصابات فيروس كورونا في كوريا الجنوبية مجددا حاجز 1000 إصابة في ظل الانتشار المستمر للفيروس، حيث سجلت 1092 إصابة جديدة، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 52,550 حالة. وتشهد كوريا الجنوبية انتشارا لحالات الإصابة الجماعية خاصة في المستشفيات المخصصة لرعاية المسنين والمرافق الدينية والكنائس والتجمعات الشخصية وغيرها في جميع أنحاء البلاد. وتركز الحكومة جهودها لاحتواء انتشار كورونا، حيث قررت تطبيق حظر تجمع 5 أشخاص أو أكثر في العاصمة سول وضواحيها، وتعليق الأعمال في المنشآت الرياضية الشتوية في جميع أنحاء البلاد. أعلنت الصين عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية، كما تلقت اللجنة الوطنية للصحة عن 15 إصابة جديدة بينها حالة واحدة بعدوى محلية، ما رفع إجمالي المصابين إلى 86,882 حالة، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4,634 شخصاً. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة التحفيز الاقتصادي لمواجهة تحديات كورونا والبالغة نحو 900 مليار دولار التي اعتمدها الكونغرس ووصفها بأنها عار. ودعا ترامب في فيديو عبر تويتر الكونغرس إلى تعديل مشروع القانون وزيادة قيمة الشيكات المخصصة للعائلات في الموازنة، حيث إن هذا المشروع لا يمكن أن يدخل حيز التنفيذ بدون توقيع الرئيس. وكان أعضاء البرلمان الأمريكي قد صادقوا أول أمس على خطة لدعم الأسر والشركات المتضررة من تداعيات أزمة وباء كوفيد-19 لإعادة تحريك عجلة الاقتصاد. أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أنه سيطلب العام المقبل من الكونغرس التصويت على خطة جديدة لدعم الاقتصاد الأمريكي المتضرر بشدة من وباء كورونا. واعتبر بايدن في مؤتمر صحفي في ويلمينغتون أن الخطة التي تم التصويت عليها والبالغة قيمتها 900 مليار دولار هي خطوة أولى، مضيفا أن الكونغرس قام بعمله هذا الأسبوع. أكدت الشرطة الفرنسية اليوم مقتل 3 من أفرادها بالرصاص في وسط البلاد وإصابة 4. وكان أفراد الشرطة في مهمة إثر تلقي مكالمة تفيد بحدوث عنف أسري، حين أطلق رجل عمره 48 عاما النار عليهم وهم يحاولون إنقاذ سيدة. وأكد رئيس البلدية فرانسوا شوتار أن الأفراد الشرطة قتلوا لدى وصولهم للموقع المذكور قرب منطقة بوم دي دوم بوسط فرنسا. أعربت الولايات المتحدة عن أسفها للطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بشأن ترسيم حدودهما البحرية بعد أقل من 3 أشهر من انطلاقها بوساطة أمريكية وبرعاية الأمم المتحدة. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه رغم وجود بعض النيات الحسنة للجانبين، إلا أن الطرفين لا يزالان متباعدين، مؤكدا أن واشنطن مستعدة للتوسط مجددا في مناقشات بناءة. طلبت الأمم المتحدة مع حوالي 30 شريكا 156 مليون دولار للمساعدة في تلبية احتياجات عشرات الآلاف من اللاجئين الإثيوبيين الذين فروا من القتال في منطقة تيغراي. كما طالبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشلي في بيان بالوصول إلى سائر أنحاء الإقليم، داعية الحكومة الإثيوبية إلى حماية المدنيين الذين تعرضوا لانتهاكات حقوق الإنسان.
في محاولة لتلبية احتياجات عشرات الآلاف من اللاجئين الإثيوبيين الذين فروا من القتال في منطقة تيجراي، طلبت الأمم المتحدة مساعدات بملايين الدولارات من أجل وقف تدهور أوضاع اللاجئين. المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قال إن الأموال التي طالبت بها المفوضية تهدف للسماح لها ولشركائها بتقديم المساعدات خلال النصف الأول من عام 2021. المتحدث أضاف أن هذا النداء من أجل المساعدة المالية من شأنه أيضاً السماح بتعزيز الاستعدادات لاستقبال لاجئين آخرين في دول أخرى من المنطقة في حال حصلت حركة أخرى للاجئين. وبالتوازي، طالبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشلي في بيان بالوصول إلى سائر أنحاء الأقليم داعية الحكومة الإثيوبية إلى حماية المدنيين الذين تعرضوا لانتهاكات حقوق الإنسان. ووفقا للأمم المتحدة، تسبب الصراع في تيجراي في نزوح ما لا يقل عن 63 ألف شخص في المنطقة، وهرب أكثر من 50 ألفا آخرين إلى السودان المجاور. ولا تتضمن هذه الأرقام اللاجئين الإريتريين البالغ عددهم 96 ألفا والذين يقيمون في عدة مخيمات في تيجراي. لقي ضابط شرطة أفغاني مصرعه وأصيب اثنان آخران من قوات الأمن إثر انفجار وقع في العاصمة كابل. وأفادت القيادة العامة لشرطة كابل أن الانفجار وقع عندما اصطدمت سيارة تابعة للشرطة الأفغانية بلغم مغناطيسي في الحي 12 بالعاصمة. وكان 5 أشخاص قد قتلوا في انفجار أمس في منطقة دوغاباد في كابل، ووقع هجوم انتحاري الاثنين الماضي بمنطقة باغمان وأسفر عن مقتل شخص واحد. والختام دائما تذكرة بأهم العناوين. بتوجيهات من الرئيس السيسي، وفد قادة الجنوب الليبي يلتقي رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا. وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 1,724,000 حالة، والإصابات تتخطى 78 مليون. ترامب يرفض خطة الكونغرس للإنعاش الاقتصادي ومواجهة كورونا، وبايدن يعلن أنه سيطلب من الكونغرس خطة جديدة. نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة، وبعد قليل ألقاكم في جولة صحفية جديدة. إلى اللقاء.